A تتعرفنا عليه بالأيام اللي سبقت على القناة نفسها، والاس A تتعرفنا عليه بالقناة نفسها، لكنه السي 8 أو السي 8 من شركة سامسونج، الفئة اللي تتعامل معها شركة سامسونج من بعد الاس هي فئة متوسطة لكن نظريتها مقربة للفلاجشيب. بالنسبة لتصميم الهاتف كان تصميم جدا جدا جميل وإيجابي من شركة سامسونج، مثل ما تعودنا أنه دائما سلسلة السي تكون نحيفة، دائما تكون تحتوي على إطار معدني زائد الجوريلا جلاس من الأمام. مبدئيا هذا الهاتف إلى الآن غير متوفر عندنا، مبدئيا أنه هذا الهاتف غير متوفر بالشرق الأوسط على الإطلاق، ممكن أنه خلال شهرين أو شهرين ونص يجينا. مبدئيا هذه أمامنا مثل ما نلاحظ العلبة الخاصة بالهاتف، على ظهر الهاتف مثل ما تعودنا المواصفات، لكنه هنا باللغة الصينية ما مبين بها غير انه الكاميرا راح تكون دول فينجر زائد الشاشة اللي راح يكون عليها الجوريلا جلاس. عندما نفتح العلبة مباشرة 4G بلاس هو هذا الشعار اللي حملته شركة سامسونج لهذا الهاتف نفسه، اي انه نسخة معدلة من 4G، محتمل انه جدا جدا قوي راح يدمج لك سرعة الواي فاي مع سرعة البيانات عندك، فينطيك الفور جي بلاس وهي هاي النسخة المعدلة. حاليا مثل ما تلاحظون كنظرة اولى على الهاتف وهذا التصميم او الديزاين اللي اعتمدت عليه شركة سامسونج، كتالوكات زائد مسمار زائد منفذ الفتح الشريحة. محتويات العلبة هنا نلاحظ امامنا ادبتر للشحن زائد منفذ للشحن من نوع المايكرو او كيبل نوع المايكرو للاسف وليس من نوع السي، زائد هيتفون هو من الاعتاد المتوسط للاسف ليس من الاعتاد الخارق. ولو لقينا نظرة على اللون الرمادي من الهاتف نفسه راح تحس انه الملمس اللي خلف الهاتف هو خشن او به بعض الخشونة مثل اللي كان على الجي 7 برايم الجي 5 برايم، تقريب شبهني بالتصميم الخاص بالبرو من الجي 7 نفسه، لكن هنا راح ينطينا دول كاميرا فراح يكون بالتصميم نوعا ما مختلف، لكنه كنظرة بداية على الهاتف راح تلاحظ انه هو غير او مختلف. تصميم الهاتف من الأسفل منفذ المايكروفون زائد الجاك، من يمنى هو زر رفع وخفض الصوت، من اليسرى هو زر الطاقة زائد منفذ الصوت اللي اعتمدت شركة سامسونج عندما تضع الجهاز بالشكل الأفقي، ما راح تواجه شاشة 5.5 إنش. راح تكون الشاشة الخاصة بها 5.5 إنش، راح تكون هي HD 1920x1080، ولا ننسى انه راح تكون هي سوبر امولد وهذا الشيء اللي راح يكون جدا جدا جميل. البزلز او الفريم اللي راح يكون حول الشاشه نحيف وهو هذا الشيء العصري اللي اغلب الشركات بدات تستعمله، وهذا مقارنه مع النوت 8 العملاق اللي انطته الشركه سامسونج نظريه الهاتف لكنه من فئه متوسطه. نظام السكيورتي واعتمدت عليه الشركة سامسونج الآن الفينجر برينت أو البصمة اللي موجودة بمقدمة الهاتف محاولتها نفس النوت 8 اللي بظهر الهاتف، لكنه كان استجواب البصمة نوعا ما كان ببطء، لكنه هذا الشيء ممكن تعالجه شركة سامسونج، ممكن يكون هذا البطء اللي موجود به هو بالنظام أو بالسوفت، لكنه كقطعة هاردوير ممتازة جدا. أما بالنسبة للمعالج فهنا أنا كان نوعا ما ببعض التغيير من شركة سامسونج، طرحت المعالج ميديا تك B20 وهذا المعالج اللي راح يكون اداء جدا مميز. هذا المعالج للعلم انه راح يكون اختصاصي كاميرا باقوى شيء زائد الميديا بصورة عامة من مشغلات من جيم من عرض واداء راح يكون مناسب، ولا ننسى انه راح يكون 8 نوا مشطر 2.3 رباعي نوا، وراح يكون فعالية الرامة والذاكرة العشوائية راح تكون هي 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية راح تكون هي 64 جيجا بايت، ويمكنك انه انت تدرج SD ليصل الى 256 جيجا، لكنه في حالة انه احنا نستغني عن السيم كارت الثاني وهذا شيء قد يكون غير مناسب لبعض المستخدمين، لكنه البعض راح يكون فتشي روتين وفتشي متعودين من عنده لانه اغلب فئة الفلاجشيب. بالنسبة لأهم قطعة هاردوير دائما اركز عليها كاميرات الهاتف نفسه، راح يتميز انه يحتوي على كاميرتين دول كاميرا بخلف الجهاز، واحدة من عندها راح تكون وايد انجل واحدة من عندها راح تكون تليفوتو، وكلاها راح يكون 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9. ممكن هذه الفتحة مالت العدسة راح تنطيك حجم اضاءة اكبر، لكنه خلي يكون ببالنا انه عد ما تكبر فتحة الاضاءة لازم يكون اكو فد سنسر خاص يستقبل عدد الاضاءة ينطيك فد دقة تلائم هذا الشيء، لانه فتحة العدسة عد ما تكبر ويصغر السنسر هذا الشيء ما ملاحظينه انه دائما تكون الكاميرا ما تنطيك الدقة اللي انت تبحث عنها مثل اللي صار باجهزة لينوفو بالاس 90 اي اللي طرحته قبل. هذا الهاتف يجي ببطارية 3000 ملي امب، هاتف يدعم الشحن السريع لكنه للاسف ما يدعم شحن الوايرلس. اداء البطارية ممكن انه يكون غير مناسب للبعض، لكنه كنت اتمنى انه هذه البطارية صراحة تكون 3340، لكنه للاسف يا رب يكون هذا الفيديو ممتع بالنسبة لكم، يا رب يكون ضافكم معلومة عرفكم عن جهاز اكثر. قبل تحياتي اخوكم
سجادة شمالي من قناة.